يا الان الهجوم الدحلاوي ميرزا الى تاكودا وهدف دفلي للياباني تاكودا وهدف التعادل. ارفع الى الهجوم شوف هنا ثنائي المركز الاجنحه تاكودا كبير في السن وبرافو لفراس الشايب اللي شوف السنتر السريع وايضا باسل الريس يعاين الاضرار يا عبد الرحمن تاكودا سلسله من التمريرات فراس رميه جزائيه 7-8 قاسين يا سامي شوف هنا لا او الرميه الجزائيه على صبحي تقاطع وتمرير تاكودا يتصدى اقصالي سرعه تاكودا قويه شوف الدفعه الاخيره خط النهايه الاول بسهوله على الريان تاكودا شوف راح حتى باسل ما لحق حارس يا الله تاكودا ناتسوكي لم يظهر حتى الان بالشكل المطلوب المستوى المعهود للمؤازرين للثنائي العزيز والجميل محمود عصام تاكودا كابلوتي يخرج والحل الصعب يا الله متابع نهاية اللقاء مبروك للتحيل وهارد لك هزيمة نادي الوكرة بهذا الفارق.